الأبراج. الأبراج ديال هاد الصباح مداو كالعادة مع برج الحمل، اللي خاصك تحاول تكون عند الكلمة ديالك سورتو في الخدمة، حيت هاد الشيء غادي يجيب لك المشاكل لما كانت عندك كلمة. برج الثور انت ذكي بزاف، واليوم نهارك سورتو إلا كانت عندك شي خدمة خاصك ديرها فاليوم غتنجح فيها بامتياز. برج الجوزاء انت مزاجي بزاف، وهاد الشيء كيخليك كل مرة في مود، يعني كل مرة في كيفاش كتكون الحالة ديالك، غير هو حاول كهاد الشيء ما يأثرش على شريك الحياة ديالك اللي غادي يحس بعدم الاستقرار وعدم الأمان معك في العلاقة اللي بيناتكم. برج السرطان إلا كنتي في علاقة فأنت كتبغي شريك الحياة بزاف، ولكن هاد الشيء كيخليك دير ليه بزاف ديال القيود في حياته، والصراحة الله هو راه بدا يعيا من هاد القيود اللي كدير ليه في الحياة. برج الأسد سي بوسيبل كون الناس اللي قراب منك يحاولوا يستغلوك، سورتو أنك أنت ظريف بزاف معهم. برج العذراء انت ديما معصب، وهذا الشيء غادي يبدا ياثر عليك مع لونطوغاج ديالك، داكشي علاش حاول تكون بلو كالم، وتعصب غير الا كانت مهم، الا كانت شي حاجه مهمه مع التعصب خلي الاعصاب لشي حاجه تري امبورطونط. برج الميزان انت درتي بزاف ديال لي زيرور، وهذا الشيء كنقول لك من هي طابت تقريبا جوج الاسابيع تنقول لك رد بالك، ولكن مالوغوزمون انت اللي درتي بزاف ديال لي زيرور في حياتك هاد الايامات الاخرى، وهما السبب باش وقعتي في المشاكل اللي كدوز انت منهم اكطوالمون. برج العقرب لي سيرن ديالك ولاو باينين من البعيد، وهذا الشيء حيت انت والنعاس مضاربين هاد الايامات، اي سي بون خاصك فريمون ضروري تقاد النعاس ديالك باش ترتاح شويه. برج القوس كاع لي زيرور اللي كدير في الخدمه اولا القرايه جايين من لو مونك دو كونسونطراسيون، داكشي علاش خاصك تفكر سيريوزمون انك تقاد حياتك شويه، تاكل مزيان تنعس مزيان، اي سايغ ان شاء الله الا قديتي هاد الشيء هذا. برج الجدي حاول دير سبور اللي غادي يجي مع لاج ديالك، مي غير هو شوف لك شي سبور اللي يقدر ديرو في الدار، لان مع دابا سدوا لي صالو داكشي، شوف لك شي سبور اللي تقدر ديرو في الدار. دوماج لوغوسكوب ديال هاد النهار ما ماشيش نهائيا مع الاوضاع مع الاوضاع ديال البلاد اللي كنعيشوها. برج الدلو كاين شي واحد قريب بزاف من قلبك، وانت كترتاح ملي كتكون كتهضر معاه، اي اليوم سي بوسيبل العلاقه بيناتكم تطور وغادي تجي من عنده. يا سيري كالعادة مع برج الحوت لي اليوم تشي اوبليجي باش تاخد اون ديسيزيون صعيبة بزاف مع شريك الحياة، غير هو خاصك تركز وتفكر مزيان قبل ما تاخد حتى شي قرار لي تندم عليه باغ لا سويت. سيتي سا لوغوسكوب دو جور.